لو الاختبار ده في الحصه احل انا ايه؟ احل انا المساله دي وانتوا اللي حلها يراجعها معايا، شوف صح في ايه وغلط في ايه، واللي مش فاهمها هو يفهمها، واللي فاهمها وحل برضه يشوفه صح ولا غلط. صح ولا غلط؟ طيب هو كان بيقول وجد النسب المثلثيه السته لكل من زاويتي ايه وزن؟ طيب نشوف زاويه ايه الاول، بس اول حاجه الاول لازم اكمل الاضلاع بتاعتي، يعني اكمل الاضلاع بتاعتي. يعني انا عندي دلوقتي اي بي موجود والبي سي موجود لكن اي سي مش موجود اللي هو الوتر، فانا لازم اجيبه. طب عايز اجيب الوتر بجيبه ازاي؟ اهو اي سي بتحمل الاختبار، طيب ممكن تصحح معايا اي سي هيبقى جذر، هعمل ده تربيع زي ده تربيع، يعني 1 بار 2 بلس 5 بار 2 هيطلع 30. ما ننساش البار 2، ما ننساش البار 2، لان لو نسيت البار 2 هتلاقي الاجابه طلعت صغيره كمان، طلعت 4.1. طب 4.1 ازاي؟ ده الوتر ده اطول واحد، طب مش هيطلع 4.1، يبقى ده طلع 30. حلو قوي. طب نمسك زاويه ايه؟ ده بالنسبه لها مقابل، كانها طالع منها سهم كده، ده بالنسبه لها مقابل، وده طبعا الوتر ده ثابت، وده بالنسبه لها بقى يبقى مجاور. بس طيب نبتدي بقى نشتغل على زاويه ايه؟ زاويه ايه هتجيب ساين ايه؟ كوساين ايه؟ تان ايه؟ الساين بتبقى مقابل على وتر، الكوساين بتبقى مجاور على وتر، التان بتبقى مقابل على مجاور. لان التان اصلا ظهرت منين يا جماعه؟ التان ظهرت لما قسمنا الساين على الكوساين، فالساين على الكوساين ادت كام؟ ادت مقابل على مجاور. يعني شال كلمة وتر لما قسمنا الكسب ده على الكسب ده، كلمة وتر اتكنسلت مع كلمة وتر، فطلع ان التان مقابل على مجاور. طيب هبتدي اعوض بس بالحاجات اللي طلعت صح. مقابل على مجاور يعني ده يعني المقابل عندي ب 12 بينما الايه؟ الوتر 13. طيب بعد كده مجاور على وتر يعني 5 على 13، وبعد كده مقابل على مجاور اللي هي التان، التان مقابل على مجاور يبقى 12 على 5، 12 على 5. طبعا ده سؤال ممكن يجيب لنا جدا، سؤال رئيسي او مفاري في الامتحان، سؤال مهم جدا يعني، ويبقى شمل الدرس كله. طيب نيجي بقى على المقلوبات بتاعتها. الساين مقلوبها عشان الساين ما فيهاش كلمه كو، مقلوبها في كو، فمقلوبها كوسك. كوسك اصلا بتتكتب كده اساسا، ولكن هم اختصروها قال لك لا نكتبها نكتبها سي اس سي وخلاص. كوسك ايه مقلوبها؟ يعني ايه؟ يعني المعكوس الضرب بتاعها، يعني هي 12 على 13 هتبقى 13 على 12. الكوزين عشان فيها كلمة كو أو المقطع كو، مقلوبها ما فيهوش كو، يبقى مقلوبها سيك على طول. سيك إيه؟ السيك هيبقى مقلوب دي، يعني 13 على 5. طيب التان مقلوبها كوتان، وكوتان ما بيكتبوش كوتان كام، ده بيكتبوا كوت كده. يعني المفروض يكتبوها كوتان تي إيه، لا هم بيكتبوا كوت وخلاص. كوت ايه او كوتان ايه؟ بنقلب الكوتان بس، يعني هتبقى كام؟ بدل 12 على 5 هتبقى 5 على 12، هتبقى 5 على 12، 5 على 12. ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لموضوع بالنسبة لزاوية بي. لو كده نتكلم بقى على زاوية سي. طب زاوية سي دلوقتي أنا عندي المقابل والوتر هيغيروا مكان ازاي؟ لأن دلوقتي ده بدل مكان أنا كنت زاوية إيه، فكان ده المقابل ده. زاوية سي، زاوية سي المقابل ده هو الخمس، يعني ده يبقى مقابل خلاص، ده يبقى مجاور، هما بيفكروا مع بعض، ده يشتغل مقابل ده يشتغل مجاور، ده يشتغل مقابل ده يشتغل مجاور كده، بيفكروا مع بعض. يبقى ده يبقى مقابل، ده يبقى مجاور، مفيش مشكلة، يبقى ده مقابل بينما ده هيبقى مجاور. والقوانين ماشيه زي ما هي، ايوه القوانين ماشيه زي ما هي، يعني الصايم بس الازاي هيبقى اسمها سي بقى، هيبقى مقابل على وتر، يعني 5 على 13 دي مجاور على وتر، 12 على 13 والثاني هتبقى مقابل على مجاور،
يعني كان الساعة 12. ونلاحظ حاجة، إن ساين سي هي نفس إجابة كوساين إيه. يعني ساين سي هي إجابة كوساين إيه، لأن هما مبدلين مع بعض. وإجابة كوساين سي هي نفس إجابة ساين إيه، لو رجعنا لإجابة ساين إيه. طيب، يعني مش بنلاقي ساين إيه إيكوال ساين سي، لا. ساين إيه إيكوال كوساين سي، يعني ساين هتساوي إيه وهتساوي سي. نلاقي الإجابة بتاعت ساين إيه هي الإجابة بتاعت كوساين سي. نفس الإجابة، هما الاتنين طالعين 12 على 13. لو جينا بقى نجيب بقى الكوسيك والحاجات دي، بالنسبة لي هنجيب سي. مقلوب الكلام ده، يعني ده 13 على 5. طب ده هيبقى 13 على 12. ده مقلوب، ده هيبقى 12 على 5. كده يبقى احنا جبنا الجوانب المثلثية الستة لكل من زاويتين ايه؟ واحد سي. كده حللنا الخبره الحمد لله. في المحاضره بتاعتنا النهارده بقى هناخد بقى ازاي النسب المثلثيه دي نستخدمها في ايجاد الاضلاع. في ايجاد الاضلاع ازاي؟ يعني هو ممكن يديني مثلث كده، اي بي سي، يقوم يديني ايه؟ يديني الضلع ده 5. طب ماشي، طب فين الضلع الثاني؟ انت لازم تديني ضلعين. قال لك لا، مش لازم اديك ضلعين، انا ممكن اديك ضلع وزاويه. مش لازم اديك ضلعين، اديك ضلع وكفايه زاويه. طبعا غير الزاويه القايمه، زاويه من الزوايا المحدده. طب هتديني مثلا، هتديك زاويه سي دي مثلا، اقول لك ان هي مثلا 60 درجه. اقول لك هات لي انت بقيت ايه؟ احنا طبعا ممكن نجيبها من الحاله الخاصه بتاع المثلث 30 60. لكن انا هقول ان احنا هنجيبها نخليها زي 80 درجه. 80 درجه بقى مش هنعرف نجيبها من بتاعه المثلث 30 60، امال هنعمل ايه؟ هنضطر بقى نجيبها من ايه؟ يا ساين يا كوساين يا تان، واحده منهم. انت مديني زاويه سي، يبقى انا هشتغل على اما ساين سي يا اما كوساين سي يا تان سي. طيب انا عندي الساين سي المفروض انها تساوي مقابل على وقت. هو طبعا انا هطلب مني هيقول لي ايه؟ هيقول لي امضي دي دي، يعني هيقول لي كده دي، وممكن يطلب مني واحد منهم، او يحط لي على دي اكس يقول لي هات لي الاكس بكام كده. يعني المهم ان اطلب ايه، انا كده كده هشتغل بقى ايه، يا اما اطلع ساين يا كوساين يا تان، واحده منهم احل كده. بس ثانيه واحده، انا عندي الساين سي مقابل على وضع كوساين سي يساوي على وضع تان سي مقابل على مجاور. انا مش بمزاجي بقى، مش هقدر استخدم اي رول من الثلاثه. بجيش استخدم مثلا التاني، ليه بقى؟ لان ده طبعا زي في ايه، ده بالنسبه لي ده المقابل، ده المجاور، ده الوطن. طب ما اجيش انا بقى استخدم القانون التاني، لان انا المقابل مجهول والمجاور مجهول، يبقى انا القانون التاني كده مش هستخدمه. انا قدامي تو اوبشنز، يا استخدم قانون الساين يا استخدم قانون الكوساين. طب ده صح وده صح؟ اه، وهجربها لكم الاثنين. لا استخدم قانون الساين مثلا، او الحل ده هنقول كاتب ساين سي يساوي مقابل على وضع، مقابل على وضع. طيب يعني ساين السي عندي بكام؟ ب 80. المقابل مش موجود دلوقتي، بسميه ايه دي؟ جواب اسمه الوتر ب 5. طب ما انا كده ممكن اعمل مقص اهو، او ضرب تبادلي واجيب الباقي ايه ازاي؟ اه، الاي بي شابك مع ال1، اكتب اي بي ايكوال. طالما الاي بي شابك مع ال1 يبقى ال1 هو اللي تحت، واعمل 5 تايمز ساين اي بي 4. 5 تايمز ساين، يفضل تكتب الرقم وبعدين تكتب ساين اي تي عشان ما تلخبطش وانت بتعمل على الكالكوليتر. لان انت لما تكتب ساين اي تي الاول، يعني ممكن تكتب ساين اي تي تايمز ساين، بس الكالكوليتر اصلا مجرد ما انت تكتب ساين تكون فاتحه لك قوس، وعايزك تكتب الاي تي وتقفل القوس. فانا خايف ان انت تكتب ساين اي تي وهي هتفتح لك قوس، وانت كاتب اي تي وتكون عامل تايمز فايف، هيطلع غلط جدا، غلط جدا. لا، فانت يفضل دايما تكتب الرقم لوحده ده، وبعدين ساين اي تي. هي اه، يعني انا هكتب الرقم لوحده اللي هو 5 اهو تايمز ساين
هتقومي فاتحه لي كورس، اكتب فيه الاي وما تنساش تقفل الكورس. بس ده شغل الآلي ده كده آلي. وتقوم تطلع الاجابه بتاعتك. تمام؟ يعني انا هقول اجابه كده، يعني مثلا انه طلع سي، طلع 3 و10، وطبعا مش هيطلع كده بس انا عشان ما اضيعش وقت. بس المفروض طلع كده 3 و10، يبقى انا كده جبت له الاي بي 3 و10. طيب عايز بقى مثلا انا اجيب ايه؟ اجيب ال بي سي. طيب البي سي قدامي طريقتين، قدامي طريقتين، يا اما استخدم كوزاين اهو بدور على الوتر، ممكن استخدم قانون الكوزاين، اقول له كوزاين سي كوزاين بتساوي مجاور على وتر، بستخدم له مجاور على وتر بس يعني 80 كوزاين 80 بتساوي مجاور، لو مش موجود بتوديه سي على الوتر اللي هو 5، وارجع اعمل تاني نفس المقص اهو، يبقى البي سي يساوي 5 كوزاين 80. والله عايز تكتب على واحد دي ماشي، مش عايز مكتوبات ماشي. سي مثلا البي سي طلع مثلا ب 4 مثلا و1/10 مثلا، تمام يبقى ده طلع ب 4. دي طريقه تشغيل البي سي، ان انا اسوي القانون المجاور على وضع. طب في ناس ثانيه يقول لك ايه بقى؟ انت طالما انت جبت المقابل، طب ما تستخدم قانون التالي، يعني حل اخر. ده كده الحل الاولاني. في حل اخر وحل اخر كمان، يعني بالنسبه للبي سي. طب انا عايز اجيب البي سي اهو، حل اخر او كده حل اخر بايجاد البي سي. حل ثاني، وفي حل ثالث، في حل ثالث كمان. وانا طالما بقى عندي ضلعين يا جماعه، قدامي بقى اقدر استخدم اي قانون من الثلاثه. يعني مثلا طلعت ده ب 3 و2/10، طب انت عايز تجيب البي سي، واحد يقول لك لا انا هستخدم قانون الثاني. هو تقدر تستخدمه دلوقتي؟ انا ما كنتش اقدر استخدمه لان ما كانش عندي لا المقابل ولا المجاور، لكن دلوقتي انا اقدر استخدمه بمنتهى الاريحيه والسهوله. ازاي؟ اهو ممكن استخدم المقابل على المجاور. المهم ان انا اراعي ايه يا جماعه؟ ان يبقى عندي، انا عندي دلوقتي 3 حاجات، عندي ستانسي، عندي مقابل، عندي مجاور. اراعي ان يكون عندي 2 و3 مجاور، السي عندي والمقابل عندي، جبناه فاضل المجاور. لكن مش تيجي تلاقي مجهولين، يعني تلاقي السي مجهوله مثلا والمقابل مجهول، مش هتعرف تجيبها. تلاقي المقابل المجاور مجهولين، لا لازم يكون في 2 مجاهيل واحد موجود. يعني ممكن اطبق كده، تان سي تان 80 يساوي المقابل دلوقتي بقى عندي بقى 3 و2/10 على البي سي، ونرجع تاني نعمل مقص اهو. بس المره دي بقى انا عايز البي سي، مين اللي شابك مع البي سي؟ شابك مع البي سي تان 80، خلاص خلي تان 80 تحت. طيب بالنسبه لل، خلي مين فوق؟ اخلي 3 و2/10 في 1، 3 و2/10 في 1، حاسب دي على الآلة وطلع حاجة طالع لي برضه 4 و1/10، 4 و1/10. يبقى ده حل آخر لإيجاد البي سي، هصوره بس وبعدين هحل حل تاني. هقول حل ثالث، في حل ثالث. حل ثالث بقى مش محتاج الفيلم ده كله، اسام دي. طيب قال لك خلاص احنا استخدمنا الجوانب المثلثيه او النسب المثلثيه مره في ايجاد دي، كفايه كده. بيستخدم بعد كده مين؟ صديقنا فيثاغورس. تمام، فيثاغورس بيجيب لي اي ضلع تاني تجيبه لي، يبقى انا ليه اعذب نفسي؟ فيثاغورس ان شاء الله هيجيب لي الضلع التالت اللي ناقصه خلاص. يعني انت عندك ده، عندك ده، احنا عارفين ان طالما الوتر موجود والضلع ده، واقوم عامل جذر تربيعي واجيب مين؟ واجيب ال 5 تربيع ناقص 3 و2/10 تربيع،
وبحاسبها على الاخر. خد بالك طبعا الاجابات دي مش مظبوطه، يعني انا بقولها كده عشان ما نضيعش وقت في التكريم، هيوصل يعني مثلا برضه لاربعه واحد في 10. يبقى انا بفضل بقى ان انا افضل حل ان انا اعمل ايه؟ عشان ما اقعدش استخدم نسب المثلثين، ان انا اقوم جاي الضلع من اللي ناقصين والتاني اجيب الثسارة وانا هعمل، يعني اجيب الاول الضلع من اللي ناقصين والتاني اجيب الثسارة. يعني انا هدي على المثلث اللي هو بتاع 30 ل 60 على اساس بس ايه؟ النسب فيها متطلعه من غير الكالكوليتر يعني. اهو بس نفرض ان اداني مثلث تاني كده، قال لي ان الزاويه دي 60 درجه او اي بي سي، وعايز مثلا ومديله الضلع ده 12، ويقول هات لي انت الاي بي والبي سي. انا طبعا ممكن اجيبها من الحالات الخاصه زي ما اتفقنا ان ده 30، او مثلا ال 12 ده المفروض دي جذر 3، امسك ده اقسمه على جذر 3 هيطلع لي ده 4 جذر 3، 4 جذر 3 بيبقى الوتر ضعف يعني هيبقى 8 جذر 3. تمام، دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انا ايه، انا طبعا جايب زي 60 بس عشان تبقى سهله معانا في الحسابات، ما نقعدش نستخدم الكالكوليتر. فانا عايز استخدم النسب المثلثيه، سهله جدا يعني. حتى لو واحد نسي يا جماعه القاعدتين بتاع المثلث 30 60 45 90، ممكن تستخدم النسب المثلثيه عادي. بس المهم تاخد بالك انت ما تكتبش في المجال. يعني انا عندي دلوقتي ده يعتبر مساوي 60، ده بالنسبه لها مقابل. يبقى انت هتستخدم القاعده اللي فيها مقابل بس، يعني براحتك، يا اما تستخدم القاعده بتاعت الساين مقابل على وتر، يا اما تستخدم، وده حل اخر اهو، يا اما حل اخر تستخدم التان. طب اشمعنى التان؟ عشان التان برضه فيها مقابل، ما انا اللي انا عندي مقابل. يبقى تستخدم لي القواعد اللي فيها مقابل، يا تستخدم لي الساين يا تستخدم لي التان، التان لان فيها مقابل على مقابل. ما تجيش بقى تقوم مستخدم لي ما تجيش تستخدم لي الكوزاين، الكوزاين مقابل على وتر، وانت ما عندكش الوتر. تمام؟ ولا عندك المقابل، يعني عندك المقابل قصدي الكوزاين المجاور على وتر، انا لا عندي لا المجاور ولا الوتر، ما ينفعش استخدمها. يبقى انا بشوف الضلع اللي موجود، انت نوعك ايه؟ مقابل؟ مقابل حسب السبب. مقابل بستخدم القواعد اللي فيها مقابل، يا دي يا دي، مش الاثنين، واحده بس كفايه. بس انا بقول اللي عايز يحل كده ماشي، اللي عايز يحل كده ماشي، اللي هيحل كده واللي هيحل كده هيطلع نفس النتيجه. يا اللي هيحل كده هيقول ساين سيكس المقابل اللي هو 12 على الوتر اللي انا مش عارف اللي هو ايه. ساين اعمل يا سيدي المقص بتاعك اهو، يبقى سي بيساوي 12 في 1 على ساين سيكس، هتلاقيها في طالعه له بتاع ده 8 جذر 3. 8 جذر 3. طيب واحد تاني ايه؟ عايز يستخدم التان، استخدم التان مفيش مشكله. التان المقابل اللي هو 12 على المجاور اللي انا مش عارف اللي هو ايه، ويعمل مقص ويجيب يبقى دي بي بتساوي 12 في 1 على 60، هيطلع له ب 4 جذر 3. تمام؟ طيب وطالما انت جبت واحد منهم تقدر تجيب الثاني، يعني انا جبت مثلا ايه؟ سي ان انا جبت الوتر اهو ب 8 جذر 3. طب هو لازم اطبق قاعده عشان يجيب الاي بي؟ لا مش لازم، سابورس بعد كده. سابورس يساعدنا بعد ربنا في الحته دي. ان انت طالما بقى عندك طلعين مفيش داعي تستهدف بقى تاني تاني ولا سايب ولا كوزان، سايب سابورس على طول. ده عندك وتر وده وده عايزين نجيب ده، خلاص يبقى ايه دي على طول اهو. ده 8 جذر 3 تربيع اهو ناقص 12 تربيع، ودي حسبها بالآلة فدي طالع لك 4 جذر 3 وتبقى جنب. يبقى دايما يا جماعة أنا أشوف مين اللي عندي، عندي مقابل بستخدم النسبة المثلثية اللي بتكون المقابل، يا بتاعت مقابل على وتر يا بتاعت مقابل على مجاور. بعد ما جبت الضلع منهم من اللي ناقصين خلاص، الضلع الثالث تجيبه منين؟ من الفسيوس. الضلع الثالث تجيبه من الفسيوس.